حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ناس وحكومة. أنا حمد السيد أحييكم في هذا المساء. مشاهدينا الكرام، في البداية نعرض دائما على حضراتكم ملف خاص متعلق بمدينة محددة أو بحادث محلي أو بقضية اجتماعية أو بقضية متعلقة بالخدمة، خدمة المواطنين، أو بقضية متعلقة بمسائل اجتماعية خاصة. اليوم مشاهدينا الأكارم جولت الكاميرا في منطقة سبع قصور، يعني ما أود أن أتحدث أكثر من اللي راح نشاهده الآن. زميل المخرج فراس، إذا التقرير أو الاستطلاع المتعلق بسبع قصور جاهز، أتمنى أن نشاهده سوية. مشاهدينا الأكارم، خلونا نشاهد الاستطلاع اللي أجريناه في منطقة سبع قصور لنتحدث بالتفصيل عن قصة هذه المدينة. الشارع الرئيسي اللي احنا نعاني منه، لان القريه كامله عليه ب 8000 عائله هاي تعاني منه. بالامطار لا مرتاحين، بالصيف لا مرتاحين، مدارس ماكو، مستوصف ما عندنا. المدارس كل 50 طالب 40 طالب وثلاث دوامات، هسه صارن اربعه سووا الدوام. يعني الدوام يبدا من 8 ل 11، ودوام من 12 لحد الثنتين، ودوام من الثنتين لحد الأربعة. اكو عندنا جهات معنيه تشتغل ضد المنطقه، وهم المجلس البلدي. بالنسبه لواقع الخدمه يعني مترديه تحت الصفر، كل الخدمات يعني من الكهرباء، من المي، من المدارس. طالبنا الامانه ما صارت، رجعنا للمحافظه نفس الحاله، يقول مو صلاحيتنا، والامانه يقول احنا ما داخلين بالامانه مال بغداد. زين، نفسه عند الامين السابق عبعوب، نعيم عبعوب، قال مرصود الفلوس مالت الشارع مرصوده عندنا. يا حبذا ضامينها المن؟ اذا مرصوده ومصروفه وموقع عليها المن العالم، ليش ما يشتغلون بها؟ احنا نطالب من الست ذكرى، اذا هي ذكرى خلي تخلي لها ذكرى بسبع قصور، خلي تخدم هاي العالم، خلي تشوف معاناه هاي العالم، هذا الشعب المظلوم. زين، احنا بعدين عندنا الشارع العام، الشارع العام كل من قياسه كيلو وين؟ كيلو وين؟ يعني بالعماره القرى واصلها، اذا بيت واحد واصله التبليط، واحنا كيلو وين ما تبلط؟ يعني صار لنا 13 سنه نعانين من هالمساله هاي، يعني حتى لو جامعينها من البيوت هم بلطنا. ولا ننحسب على الشعب العراقي يا اخي. ما ننحسب على الشعب العراقي، ولا حد يجينا بالانتخابات الجايه، لين راح نمنع التصويت. اليوم لافتات موجوده للسيد خادم بغداد، يفترض اذا خادم بغداد لازم هاي يكون حط على القلب، كنت تشتغل صحيح. عصوائف سبع قصور ما ذاب بي، شارع كله هو مساحته كيلو على والديك، وسعر الشارع على قول الوزير البلديات يقول كل متر ب 15000، يعني ما يقارن الكيلو وين حسبناهن 500 مليون. يعني بيت بالبنوك ما يقدرون نسوي شارع سايدين. مشاهدينا حقيقة، خلوني أوقف عند اللي قال المواطن قبل المتحدث الأخير اللي هدد مرشحي أو الفائزين في الانتخابات النيابية السابقة بعدم انتخابهم، وطالبهم بعدم القدوم إليهم في منطقة سبع قصور، وطلب التصويت الخاص أو على الأقل طلب تصويتهم الخاص اللي يأهلهم للوصول إلى البرلمان. هذا تهديد بالغ للغاية وتهديد خطير، حين تفقد الثقة بين المواطن وبين المسؤول، بين النائب، بين المرشح للبرلمان وبين المواطن، يعني هناك كل شيء ينهار، كل شيء ينهار هنا. المشروع الدولة العراقية ينهار، لأن أساس الدولة المواطن، لولا المواطن لا توجد دولة. الكيان الاعتباري للدولة العراقية هو المواطن، المواطن بوصفه مؤسس للدولة، هو الذي يتصرف بصوته، هو له الحق أن يحدد ملامح بلاده، هو الذي له الحق أن يحدد مصالح بلاده،
وهو بالنهاية يدافع عن بلاده من أي خطر خارجي. يعني إلى الآن المواطن في منطقة سبع قصور لا يشعر برعاية الدولة ولا يشعر بوجود دولة على الأقل، لأن الدولة في العراق مختزلة بشكل الحكومة. الحكومة إذا تستغني عن حياة المواطنين، هنا إحنا في مشكلة مشاهدين. يعني إحنا نتحدث عن شيء مركب خطير للغاية، لازم نلتفت إليه. يعني ومن مو من السهل أن نجهل أدق التفاصيل ونقول هاي مسائل بسيطة، وكو مسائل معقدة أكثر من هذه المسائل ينبغي أن نلتفت إليها. صدقوني مشاهدينا، حتى أزمة الإرهاب تنتهي من نروح للمواطن ونلتفت إليه ونشعره بأنه جزء من منظومة الدولة. يعني المواطن متى ما يشعر بالمسؤول يراقبه، بالمسؤول يسمع لصوته، بأن المسؤول دائما يتابع همومه باستمرار، هنا احنا حتى الارهاب راح نقضي عليه نهائيا. لان بمجرد ان يدعو المسؤول او تدعو السلطه للتنسيق والتعاون مع المواطنين، اعتقد المواطنين هنا راح كلهم يتنافسون من اجل الحفاظ على هذه العلاقه بينهم وبين السلطه. اما اذا السلطه هي في مكان والمواطن في مكان، والمواطن بوصفه كيان ينبثق منه البرلمان، والبرلمان ينتج لي سلطة، والسلطة بالنهاية تستغني عن البرلمان، والبرلمان بدوره يستغني عن المواطن، وينتهي المواطن إلى اللا سلطة أو إلى اللا دولة. هنا أكو إشكالية حقيقية. منطقة سبع قصور من المدن الموجودة في بغداد هي منطقة متاخمة لمدينة الشعب وقريبة من منطقة حيئور، وبصفها أيضا مدينة الصدر. طبعا مدينة الصدر أيضا نحتاج لها ملف من الملفات المعقدة هناك في المدينة. هذه المدينة اللي نفوسها حقيقة ما أعرف بلغ مليونين، تجاوز المليونين. يعني أوعد أهالي مدينة الصدر بأن نزورهم في المستقبل، وتسلط كاميرتنا، كاميرة ناس الحكومة، على أبرز المشاكل اللي يعانون منها. لكن إذا تحدثنا عن الهم الأبرز لمنطقة سبع قصور مشاهدين الأكارم، نعم أوكي، إذا تحدثنا عن الهم الأبرز، سبع قصور مواطنيها إلى الآن ما حاسمين حياتهم بأنه أكو شيء. شباب طيب، عموما أبو فيصل إذا جاهز خلي لي، ماكو مشكلة. عين أوكي، منطقة السبع قصور مشاهدينا، عفوا منطقة السبع قصور إلى الآن ما يعرفوا مصيرهم كمواطنين. هل هم يسكنون في أرض تابعة لأمانة بغداد؟ هل هم يسكنون في أرض تابعة لمحافظة بغداد بصفتها السلطة المحلية المسؤولة عن رعاية أطراف العاصمة؟ أكو تنازع خطير على هذه المنطقة بالتحديد. هذا التنازع في الصلاحيات بين أمانة بغداد وبين محافظة بغداد جعل هذه المنطقة منسية، وجعل هذه المنطقة موسمية. شلون موسمية؟ يعني هذه المنطقة تذكر وتزار من قبل المسؤولين فقط في يوم الانتخابات. أكو تفاصيل معقدة أخرى خلنا نسمعها عبر الاتصال الهاتفي مع أبو فيصل، أحد المواطنين هناك وأحد وجهاء المنطقة في مدينة سبع قصور. أبو فيصل إذا كنت تسمعني، الله يحييك. نعم سمعتك. أنت على الهواء مباشرة أبو فيصل. شنو قصة منطقة سبع قصور بالتحديد؟ ليش إلى الآن ما محسومة مصير هذه المنطقة؟ احكي لي نسبة السكان في المنطقة ايش قد يمثلون، واحكي لي الآن المن تابع إداريا لأمانة العاصمة لمحافظة بغداد. أنت على الهواء تفضل. طبعا منطقة سبع قصور منطقة قديمة منذ التاريخ، قبل منطقة الشعب كانت الشعب يسموها السعادة نتيجة الصحراء. منطقة الشعب منطقة سبع قصور أكبر من عسل، بها سبع قصور والشعب صحراء يسموها السعادة. فالشعب تكونت وصارت خدمية وصارت كذا، وسبع قصور هي اللي أكبر من الشعب لحد الآن. تاريخها في زمن مدحت باشا، سميت بكثرة نسبة إلى قائد عثماني في زمن مدحت باشا الجحبل هناك. فمنطقة قديمة بنيت فيها سبع قصور نتيجة التجار، كتم الفلاحين الزراعيين اللي هم ماخذين مقاطعات بيت النجار وكذا وكذا. فهذه المنطقة حاليا تحداثها من 200 ألف نسمة بها من كل الفئات. لا لحظة أبو فيصل، ايش قد نفوسها الآن؟ وتحداثها أبو فيصل بتكديد ال 150 ومدارسها كرفانات وثلاث دوامات. أبو فيصل إشارة عام مسمى فتح، اسمعني أبو فيصل، ما حد عمل به وكأنما منطقة مسحورة. يلا كل المناطق
في المكرات الا كم حصون معقده. شارع حمزه بيت ومدير المجاري سواها مجاري خطيه عرض 40 متر، لكن اكو ناس متنفذه ما تقبل تشتغل وجود جامد وكراهن. ابو فيصل الشارع يشتغل. ابو فيصل اسمح لي، تسمعني الان؟ ايش قد نفوس منطقتكم حسب علمك؟ نعم، نفوس المنطقة ايش قد الان صار؟ نفوس حاليا تقريبا اكثر من 150 اللي هم بطاقة تموينية مالتهم داخل المنطقة مع العلم. 150 الف نسمة؟ كل الناس بطايقهم بمدينة الصدر ما ناخذين بطايقهم، لكن اللي موجودة بطايقهم يزداد ال 150 الف نسمة. هذول سكان منطقة السبع قصور؟ اللي حاليا داخل سبع قصور اللي حاليا زين. اجتكم مرة السقوط موجة نزوح من مدينة الصدر ومن مناطق المحاذية لمدينة الصدر، اكيد زاد عددها. انا خليني اسألك ابو فيصل، انتو زرتوا محافظ بغداد، قعدتوا ويا امين بغداد سابقا نعيم عبعوب، احكي لي كواليس لقاءاتكم مع المسؤولين في المؤسسات الخدمية المحلية في بغداد. نعم نعم، بالنسبة صراحة العيساوي المرشدي نعيم عبعوب آخر أيام صراحة إحنا بعد ما طلعنا مظاهرة حليل بعد كان أسلوبه إجاف، إحنا راجعنا بناء على كلامه ومن قنوات التغيير، قال منطقة لجنة الصحفية قالت له سبع قصور ليش ما يتنفذ الشارع مع العلم كثير من المتر وتعداده كذا نسمه، قال ما نقدر نضبط لانه اكو واحد متنفل كناني بهالاسم فما نقدر نرفعه. هذا منو تعرفون اسمه منو؟ نعيم عبعوب، يقول هذا الشخص متنفل باني عماره في هذه المنطقه ما نقدر نسمه، والمبلغ مرصود عندنا بس احنا ما ننفذ. احنا مجلس حسين لما التقينا به قال انتم وجوكم حشاير تهددون وتلامونا، قلنا له هذا مو حكي، اذا انت نعيم عبعوب سمعنا من عندك، احنا كنا نتوقع فيك الموازنه فيك المحاوله، لانه اما الامانه اما المحافظه لانه ظل المنطقه تبغى صور لنا تابعتنا نتوقع تابع المحافظه وتابع الامانه او الموازنه، تالي انت تقول اكو واحد متنفل وشغله واجبك انت محاصيله وما والمبلغ عندك وانت بلسانك تطلع القناه واحنا نحاصر. بس ابو فيصل مو خش كلهم وقلنا سوينا ظاهر عليهم وكلنا. ابو فيصل اسمعك، اسمعني من التليفون الله يخليك. أمين بغداد وكالة السابق نعيم عبعوب قال لكم أكو شخص متنفذ في سبع قصور يمنعنا من إيصال الخدمات لكم؟ نعم، مو قال لنا حشار حلقة ناس التغيير بس التالي ما عرفوا بالضبط، وكل أهل سبع قصور سمعت حشار الصحفية سيلتها قالها أكو شخص متنفذ إلى تأثير عند عمارة شناني أشك الحشارة وإحنا على الأساس إحنا له. أوكي، اسمح لي انتقل الى عندنا جاهز الاتصال بصباح زنقنه. شباب اتصلوا بالسيد صباح زنقنه على ما اسال ابو فيصل. ما ابقى وياي ابو فيصل. ابو فيصل نعم، هسدتوا الان شوارعكم ما مبلطه، مدارس مكتظه، المي مالتكم شلون وضعه؟ نعم، مدارس مكتظة، مدارس مزدوج الدوام مالتها، الشوارع غير مبلطة، المي غير صالح للشرب سمعت من يمكم؟ المي استرقاطها، المي صراحة قبل أربع أيام نهضة المنطقة ظل المي أسبوع ماكو مي، الناس قامت تنقل، دخلت التناكر المقاولين هم اللي يستفادون فلوس من الأمانة أو من مقاولين سببوا بقطع المي على المنطقة السبع قصور؟ لكن طلعت المنطقة مظاهرة وصار خمس أيام هسه المي مباشر يصعد بدون سيح يجد حتى الوطنية موجودة أبو فيصل. نعم، مقاولين كانوا قاطعين المي عن منطقة السبع قصور؟ لا، لانه مو اكو شيء حصير بسبع قصور، لانه على اساس المي يكفي، المي هو المي يكفي، اي المي يكفي، اي كل بيت في حنفية. نعم نعم، لكن من يصير عندنا يقللون المي حتى تشتغل التناكر مقابل صرف. اهل التناكر تقصد السيارات الدعلج والتنكر من هالقبيل، هاي اللي يسموها محليا مفردة الدعلج مشاهدينا الكرام، اللي هو التنكر الصغير مالت السيارة، والتنكر الكبير اللي يسموه السيارات الحوضية في المخاطبات الرسمية. شباب اذا الاتصال جاهز بالسيد صباح زنقنة المتحدث باسم محافظ بغداد على مود طيب. عموما ابو فيصل اود ان اسألك الان، انتم منطقتكم زراعية لو سكنية؟
منطقة زراعية نسموها ممنوحة باللجنة حق التصرف، يعني ملك زراعي لكن مو سكني، ملك زراعي مو هنا عندنا في زمن قدام جايز بناء وعندنا كهرباء وقفنا في زمن قدام زين منطقة اي نعم زين. مو هنا الجنس الزراعي في القانون يعني يعني هنا لازم يتغير تصميمه، يتغير الجنس مالته، يتغير الى سكني على مود يشمون بالمستشفيات. نعم الجنس الزراعي نعم، الطريق من بغداد الى معقوبه يمر بارض زراعيه، من بغداد الى معقوبه يمر بالارض الزراعيه، من حق المواطن بالدستور، من حق المواطن الى شارع والى كهرباء وين مكان يسكن. صحيح. ليس واحد انه زراعيه، الزراعيه ما فيها انت ازرع شوف قاعد نسوي طماطم من الكويت احنا. زين زين. الزراعيه هو انت شارع عام من حق المواطن يسويها شارع يربط. زين. يربط المنطقه ايه؟ بالحسينيه بغداد بدل ذاك الطريق اللي هو خاصه يمر على المناطق اللي مختلفه مثل زين مناطق بها ارهاب وكذا اقل ايه. منها يطلع حتى الجوار اللي ما زين ابو فيصل في ابو فيصل اسمح لي انتقل الى السيد صباح زنقن. انا اشكرك شكرا جزيلا لك على طيب التواصل ببرنامج ناس وحكومه. ابو فيصل احد وجهاء منطقه سبع قصور. معي الان سيد صباح زنقن المتحدث باسم السيد محافظ بغداد علي التميمي. سيد صباح اذا تسمعني مرحبا. اهلا ومرحبا، حياكم الله وحيا الله كل المتابعين اذا قناتكم الموقره. انت في برنامج ناس وحكومه، انا حامد السيد احييك طبعا. واود ان اسالك سيد صباح عن قصه سبع قصور. يعني الاهالي التقوا بالسيد المحافظ يوم 15/1/2014 والسيد المحافظ وجه بعشر اليات ثقيله مختلفه لقص الشوارع وتبليط الشوارع. قبل ايام كاميرا برنامج ناس وحكومه راحت زارت المنطقه، لا شاهد الشوارع مبلطه، لا شاهد الشوارع مشاريع على الاقل تمهد لما تحدث به السيد المحافظ في يوم 15/1/2014. تأجل هذا المشروع لو شنو مصيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا هناك مشاريع كثيرة هذه المنطقة، لا سيما أن هذه المنطقة لديها الكثير من المشاكل والكثير من المعوقات التي تم تشخيصها منذ مده طويله. لكن المشكله انه العقبه الكبيره التي يعني وخيبه الامل الكبيره التي اصيبت فيها المحافظه ان العائق المالي هي من اوقفت اكثر المشاريع التي كانت متخصصه لمنطقه سبع البور او ناحيه الجوادين كما يطلق عليه في الوقت الحاضر. تغير اسمها اليوم؟ سيد صباح يعني نعم تفضل تحدث. نعم يعني كانت حملات كثيرة جدا من حملات الإكساء والتنظيف، حتى أن هناك آليات خاصة الآليات الثقيلة بمحافظة بغداد تم يعني تسخيرها لتلك المنطقة، وكانت هناك كثير من الأعمال منها من رفع النفايات ورفع المستنقعات، يعني أشياء كثيرة جدا. لكن للأسف الشديد يعني كانت هناك مشاريع وظفت هذه المشاريع لخدمة هذه المنطقة، من بينها مشاريع أكبر مشروع لتأهيل شبكة الكهرباء وشبكة ماء. لكن العائق الكبير جدا الذي صدمنا منه وكانت خيبة أمل كبيرة جدا بالنسبة لنا في محافظة بغداد أن الميزانية لم تكن بمستوى تحقيق هذه الطموحات وهذه الآمال. وللأسف الشديد هناك عجز كبير جدا يقدر بتقريبا 500 مليار دينار عراقي من أجل توظيفها لإتمام هذه المشاريع سواء في هذه المنطقة أو في منطقة الحسينية وفي غيرها من المناطق. أعتقد بأنه الحكومة اليوم ملزمة بأنها أو البرلمان أيضا ملزم بأنه يعيد النظر في هذه الموازنة. قبل العجز سيد صباح، قبل العجز مشكلتهم يعني هذه سبع قصور، يعني قبل العجز شنو اللي صار اللي أجل المشاريع من إتمام يعني على الأقل إتمام شكلها، إتمام ملامحها، المدرسة تنبني، الشارع يتبلط، المستشفى يؤهل؟ سيد الكريم هناك الكثير من المواطنين يأتوننا، يعني تقريبا أكثر المناطق التي تأتي ولديهم زيارات أسبوعية لمحافظة بغداد ولقاء بسيد محافظ بغداد منطقة سبع البور ومنطقة الحسينية.
باعتبار انه هذه المنطقتين هذه المناطق يعني ربما لعده مرات سماها سيد محافظ بغداد كانها هي تعتبر مناطق منكوبه خدميا، نعم. ليس منكوبه كمن باب المشاكل وغيرها. لكن للاسف احنا ما نريد اليوم تلقى بتبعات الامس التي تغلبت على الساحه الخدميه ونقول بانه اليوم محافظه بغداد تتحمل كل تبعات الامس. لاحظ عزيزي الكريم انت كرجل واعي ومدرك لهذه الامور، فضلا عن المواطن المدرك والواعي لهذه الامور، اننا حينما التزم يعني المحافظه الجديده التزمت زمام الامور كانت ميزانيه عام 2013 نعم. غير موجوده. صحيح. ميزانيه عام 2014 انتهت لم تقر، وميزانيه صحيح. عام 2015 وقرت هذه الميزانية، لكن للأسف الشديد لحد هذه اللحظة محافظة بغداد لم تستلم ولا درهم ولا أحد استلم أي مبلغ إلى حد هذه اللحظة. في سؤال أخير سيد صباح، في سؤال أخير، في وجودي داخل منطقة سبع قصور لاحظت يافطات أو لافتات للسيد المحافظ تخبر الأهالي بأن لا مشاريع في المستقبل بسبب التقشف. إيش قد راح يستمر هذا الوقت؟ يعني سنة سنتين ثلاث سنوات بسبب التقشف لا يوجد مشاريع واستحداث يعني أي منشآت حديثة خدمية للمواطنين؟ سؤال واضح جدا، وطبعا هذا السؤال أنت ربما أقول لك بصراحة أنت اليوم يعني حملت عن المواطن عبء هذا السؤال الذي يتوجه من كل المواطنين اليوم يسألون نفس هذا السؤال الذي يوجه إلى متى تكون هناك عملية التقشف؟ هل هذه مجرد أكذوبة يتغلب بها السياسيون ويتغلب بها من يعجز عن تحقيق خدمة أم فعلا أن هناك أزمة مالية ومشكلة مالية؟ لا أقول لك أن هناك فعلا أزمة ومشكلة مالية، وهذه المشكلة تسببتها السياسات الفاشلة لبعض الإدارات السابقة التي خلفت هذه المشاكل العويصة على المواطنين. لكننا نقول والمواطنون المتابعون للشأن الإعلامي اليومي في وسائل الإعلام ذكرنا بوضوح أنه لا يقبل الشك بأن محافظة بغداد وسيد محافظ بغداد قدم مقترحا إلى الحكومة المركزية بأن تكون هناك العمل بالشركات سواء لمنطقة الحسينية ومنطقة سبع البر وغيرها من المناطق، هناك شركات آلت على نفسها وتكفلت بأنها تحقق هذه المنجزات وهذه المشاريع عبر الاستثمار بالآجل. السيد صباح زنقل المتحدث باسم محافظ بغداد، أشكرك الشكر الجزيل لتفضلك بالاتصال ببرنامج ناس وحكومة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بعد قليل سنثير ملف المولدات الأهلية مع ضيفنا رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد سعد الدراجي، ابقوا معي. كلما اقترب فصل الصيف كلما راود العراقيون كابوس انقطاع التيار الكهربائي الذي يتكرر في كل عام بالحجج نفسها. ارتفاع درجات الحرارة يقابلها نقص في توفير الطاقة الكهربائية، والتزايد المستمر في سعر الامبير من قبل اصحاب المولدات جعلت المواطن العراقي يطرح العديد من التساؤلات التي لم تجد الاجابة. اول خمسة ايام عشرة ايام كهرباء ماكو، ببغاها كهرباء زينة، ليش؟ عمود الناس تطمع الشهر ببغاها كهرباء زينة. احنا نريد رقابة، يجي المسؤول على ابو المولدة كم ساعة يشغل، يجي على التعيين يشوفه مشتغلة لو لا، ايش قد سعر الامبير، هذا اللي نريده. قوم المواطن راح يحاسبه ابو المولدة بهالوضع هذا. رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد اشار الى ان عدد المولدات الموجودة تصل الى 1500 مولدة ما بين أهلية وحكومية، وتتوزع حسب الرقعة الجغرافية حيث تصل إليها حصة وقودية تم تحديدها من قبل لجنة الطاقة، مبينا ساعات التشغيل وسعر الأمبير الذي يصل إلى 7000 دينار عراقي، وبخلاف ذلك سيتم معاقبة من يستهين بتلك الضوابط. هذا العدد موزع على الرقعة الجغرافية في عموم محافظة بغداد بنسبة 35% للمولدات الحكومية و 65% أو إلى 70% تصل نسبة المولدات الأهلية. مجلس محافظة بغداد خلال الشهر الرابع تم إنجاز تعهد
مع الأخوة بالتنسيق طبعا مع الأخوة في هيئة توزيع المنتجات النفطية. هذا التعهد يقضي بفرض غرامات على أصحاب المولدات المخالفين. من جانب آخر هنالك تباين في آراء أصحاب المولدات، حيث منهم من يؤكد على وصول الحصة الوقودية إليه باستمرار، وآخرون استاءوا من تلك الضوابط التي فرضت لأنهم لم يتمتعوا بتلك الحقوق بحسب قولهم. وبين هذا وذاك يبقى المواطن بين مطرقة شحة الكهرباء وسندان أصحاب المولدات. أنا قدمت بس ما طلعت، أي حصة ما جدني، يعني على مود الغاز، الغاز يعني أنا أجيبه غالي، يعني أنا الغاز يوصل 1,200,000. يعني تسعيره مثل هسه عندك تسعيره يعطيك يقول لك تعويضين 12 ساعة، تعوض ب 7,000. احنا هذا نمشي من ضمن الشروط. إذا ما مشينا من ضمن الشروط اكو مراقبة، هم مجلس بلدي يعني ما عايفينه. المشكلة ذاتها هي تلك التي تتكرر في كل عام. ازدياد في الطلب وشحة في الكهرباء، يقابلهما جشع من قبل أصحاب المولدات. ليبقى المواطنون يتأملون حلولا جدية عسى أن تغير من واقع الحال. لبرنامج ناس وحكومة، هشام علي، بغداد. شكرا للزميل هشام علي. مشاهدين اسمحوا لي بالترحيب بضيفي السيد سعد دراجي، رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. يعني دعني أبدأ مما انتهى به السيد رئيس مجلس محافظة بغداد السيد رياض العضاض مؤخرا البارحة، حقيقة بدر منه تصريح خطير للغاية. وزارة النفط شنو منعت أو امتنعت عن تزويد المولدات بالوقود؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى قناتكم الموقرة وإلى كل مشاهدين أينما حلوا. واقعا التصريح كان واضح للسيد رئيس مجلس محافظة بغداد، وأنا كنت في مداولة قبل لا يتكلم بهذا التصريح. التصريح كان يقول بأن هنالك احتمالية بعدم أعطاء حصة وقودية مجانية، لم يقل بأن وزارة النفط لا تعطي حصة وقودية. هذا الموضوع عدنا التصريح دقيق. نعم أمصر. هذا الموضوع على كل حال اسمعه من عندي. هذا الموضوع لا يبت به في بداية الشهر. عادة كل عام تصلنا التعليمات، يصير رفع مقترح من وزارة النفط لإعطاء حصة مجانية للمولدات الحكومية والأهلية العاملة في محافظة بغداد من يستلمون حصة وقودية، ومجلس الوزراء يناقش هذا المقترح ويطلب الأموال وتخصيص الأموال من وزارة المالية. وزارة المالية تخصص أموال للحصة الوقودية تدفع لوزارة النفط، وبالتالي وزارة النفط تطلق الحصة الوقودية. نحن بدورنا كمجالس محافظات رقابيين وتشريعيين وتنسيقيين ننسق مع المجالس البلدية لغض إخبار أصحاب المولدات بأخذ حصصهم الوقودية المجانية. عادة مثل هكذا تصريح ومثل هكذا تعليمات تصدر بعد يوم 20/5. نعم بعد 20/5 هناك غرفة عمليات وهناك مداولات وهناك تنسيقات مع وزارة النفط. لحد هذه اللحظة لا توجد أي نوع من التعليمات، لكن فيما يمر به وضع العراق وبصورة عامة من وضع أمني وربما انخفاض أسعار النفط ومصفى بيجي وهذه المشاكل، لربما نحن نحسب لكل شيء حساب. ربما لا توجد حصة مجانية في الشهر السادس. احنا عندنا 4 أشهر مجانية اللي هي حزيران وتموز وآب وأيلول، 4 أشهر مجانية كل سنة. نحسب حساب لكل موضوع بدقة على اعتبار انه انما جئنا نحن لخدمة المواطن وإيصال صوت المواطن للجهات التنفيذية. لابد ان يكون لدينا موقف واضح وصريح ولدينا قرارات تصب في مصلحة المواطن، طبعا بعد أن نعرف ما هي التعليمات الجديدة بالنسبة للحصة الوقودية. بس أنا اللي افتهمته من تصريح السيد العضاض ونقدر نشاهده سوية الحقيقة، إذا جاهز التصريح للسيد المحافظ شباب ممكن نشاهده ونفتح النقاش حوله. لأن هذا كلام خطير، يعني إذا مجلس الوزراء يبدو مجلس الوزراء مبلغ السيد رئيس مجلس المحافظ بكتاب رسمي وقايل انه وزارة النفط راح تمتنع او مصدر قرار لوزارة النفط مجلس الوزراء بالامتناع عن تزويد المولدات الاهلية بالوقود لفترة 3 أشهر. على ضوء الكتاب يعني السيد العضاض وجه مناشدة الى مجلس الوزراء وحذرهم،
من هيك خطوه يعني. خلينا نسمع مشاهدينا الاكارم. يكون هناك وقود مجاني لمده 3 أشهر. اعلمتنا وزاره النفط من خلال اوامر مجلس الوزراء بعدم وجود دعم لوقود مجاني في هذه 3 أشهر. ما معنى انه سيتحمل المواطن هذه الفروقات في الصيف. تزامنت معها تخفيض انتاج الطاقه الكهربائيه، بدل 16 ساعه راح ينزل الى 12 ساعه. هذه تداعياتها كلها تتحملها الحكومه الاتحاديه، وزاره النفط، ووزاره الكهرباء. احنا معنيين بالمولدات فقط. اسعار المولدات، اذا اسعار الامبير من انتاج المولدات اذا ما يكون اكو دعم من قبل وزاره النفط بزياده الحصه الوقوديه الى 30 لتر، وراح تصير مشكله عندنا مع المواطن ومع صاحب المولده اللي راح يعاني الكثير من هذا الموضوع. يعني يبدو القرار محسوم من مجلس الوزراء. يعني حسب علمنا نحن في لجنة الطاقة لم يصلنا مثل هكذا قرار، أو تصلنا نسخة لربما واصلة للسيد رئيس مجلس محافظة، على اعتبار هذه المخاطبات تأتي بالبداية إلى رئيس المجلس ومن ثم تعطى نسخة للجنة المعنية. لم تصلنا أي نوع من هذا الإعمام، لكن ما تحدث به السيد رئيس المجلس في يعني في القسم الثاني من كلامه، قال نحن نحذر من ان هنالك لربما تحدث ازمه في موضوع الطاقه الكهربائيه، وتحدث عن انخفاض مستوى تجهيز الطاقه الكهربائيه، وقال نحن معنيين بالمولدات. فعلا نحن معنيين بملف المولدات، لكن بعد التنسيق مع وزاره النفط ووزاره الكهرباء. اللي قصده رئيس مجلس المحافظة بغداد بأن الأصل الموضوع أصل قضية الكهرباء وملف الكهرباء والطاقة في بغداد أو في العراق بصورة عامة وفي بغداد خاصة هو إنما يخص وزارة الكهرباء ووزارة النفط. مجلس محافظة بغداد لا يمتلك محطة كهربائية يعطي من خلالها للمواطن كهرباء، ولا يمتلك محطة وقود يعطي وقود لصاحب المولدة. قلنا هو مجلس تنسيقي ينسق الجهود بين وزارة النفط ووزارة الكهرباء، وزارة النفط لزيادة الحصة الوقودية، ووزارة الكهرباء لغرض زيادة تجهيز في حال وزارة النفط امتنعت عن توفير الوقود للمولدات، ما هي الخطوة المقبلة من مجلس المحافظ؟ نعم، طبعا هناك يقولون بأن لكل حادث حديث. عادة نحن في مجلس محافظة بغداد القرارات التي تتخذ بشأن قضية الأسعار وساعات التجهيز تؤخذ في الأسبوع الأخير من الشهر، لأنه لابد علينا أن نحصل على معطيات واقعية وصحيحة سواء من وزارة النفط بكمية تجهيز الوقود أو من وزارة الكهرباء بعدد ساعات التشغيل. وأيضا هنالك اجتماعات مستمرة للجان الطاقة في المجالس البلدية نعقدها شهريا قبل أسبوع من نهاية الشهر، نسألهم كيف هو وضع الكهرباء الوطنية في مناطقكم، وبعدين نسوي معادلة نسبة وتناسب نشوف شقد على عموم بغداد نسبة تجهيز الطاقة الكهربائية، ومن خلال هذه الساعات نضع سعر لسعر المولدات. خلينا ننتقل إلى جانب آخر فيما يتعلق بالمولدات. المواطن إذا عنده شكوى على صاحب مولد، نعم، أبو المولد أنتم مسعرين الخط اليوم بسبعة؟ إي سعرناه بسبعة. 7000. نعم. إذا مواطن الخط مالته ينباع له من أبو المولد ب 15000 20000. نعم. لمن يلجأ؟ للمجلس المحافظ، المجلس البلدي؟ نعم. منافذ الشكاوى قصدك؟ منافذ الشكاوى؟ نعم، منافذ الشكاوى موجودة كثيرة. طبعا انا انطي العذر للمواطن البغدادي الكريم لربما لا، بس اريد اعرف منافذ الشكاوى، ابرز منفذ للشكاوى، اقرب منفذ للشكاوى للمواطن اليوم. مجموعه من المنافذ كلها قريبه. مجلس البلدي؟ المجلس البلدي، مجلس محافظة بغداد، محافظة بغداد، مكتب شؤون المواطنين، مجلس الوزراء، مكتب شؤون المواطنين، هيئة التفتيش، مكتب المفتش العام، مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، المؤسسات والصحف الإعلامية، كل هذه أبواب وهاتف الشكاوى. نعم. اشتكى المواطن على صاحب مولد. نعم. يعني تردنا احنا كوسائل إعلام كثيرة من شكاوى المواطنين، كثير من شكاوى المواطنين تفيد بأنه بعض أصحاب المولدات نتفاجئ أنه احنا نروح نقدم شكوى في مجلس البلدي او في مجلس المحافظه، نتفاجئ انه اكو علم لدى صاحب المولده بشكوانا وبعنواننا وباسمنا الكامل. يعني كيف تتسرب مثل هاي المعلومات، مثل هذه المعلومات اذا كانت الشكوى السريه مثلا بين المواطن وبين المجلس
اللي هو سلطة رقابية على أصحاب المولدات. صحيح، نحن أيضا تردنا مثل هذه الحالات، لكن نحن نطلب من المواطن، لو المواطن لابد أن يتعاون معنا حتى إحنا هم نكون في خدمة، إحنا إنما انتخبنا ليكون في خدمة المواطن. مواطن من يجي هيك شكوى سوفت واسمه وصل لصاحب المولدة وصاحب المولدة هدده بقطع يعني بقطع السلك والغاء الاشتراك الشهري للمواطن. ايش مدري استاذ، ما هو يقدر يقول لك القى اسمي عند ابو المولد. هو السؤال هنا شلون يسرب؟ اكيد عن طريق الشخص اللي قال له على الشكوى، اكيد عندما نشتكى هو. انا ليش جاي اقول يعني اقول اذا المواطن نعم اذا تسمح لا مو اكو توافق، عذرا احنا ما عايشين في مؤسسه يعني افلاطونيه، احنا مؤسساتنا تحتاج الى اعادة ترتيب، تحتاج الى ثورة ادارية، نحتاج الى محاربة الفساد المالي والاداري. عزيزي انا لا اتكلم عن مؤسسات نزيهة 100%، اتكلم لربما هناك ناس ضعاف نفوس مستغلين ومستفيدين من اصحاب المولدات سواء مجالس محلية او غيره، لكنه ما نعممها على الكل. اقول المواطن في حالة انه لقى اسمه موجود عند ابو المولده وابو المولده هدده بقطع السلك او بالغاء الاشتراك الشهري ماله، احنا ابوابنا مفتوحه. يجي المواطن بمجرد ان يقول لنا فلان اشتكيت عنده، انا اشتكيت عند فلان وجيت لقيت اسمي موجود عند ابو المولده، ويطلع من عنده وحتى ما يريد يقول لنا اسمه. طلب اذا تسمح لي. نعم. طلب نعم. ويكتب بيه ويكتب جوه مواطن لا يكتب اسمه. استاذ سعد خافت تستغل هذه القضيه بشكل سلبي واحنا نكون بخدمته. استاذ سعد نعم، هم الصغار ياذون ازيد من الكبارتر، يعني مرات مسائل بسيطه مؤذيه للغايه. يعني المواطن من يروح الى مجلس بلدي او يروح الى مركز للشكاوى متعلقه بالمولدات ويشاهد اسمه مسرب لصاحب المولد، اعتقد هنا الثقة انفقدت بين المواطن وبين السلطة اللي هي اعلى من المجلس البلدي. يعني هنا اكو اشكالية، هذا اذا ما تقضى عليه، هذا اذا ما تفرض عليه رقابة مشددة، هذا اذا ما تراقبه باستمرار، هذا راح يسبب لك احراج انت كعضو مجلس محافظة. الاجابة على هذا السؤال وهذه الاشكالية خلنا ناخذها بعد الاتصال الهاتف من النجف. اعتقد عندنا مواطن من وياي شباب، عبد الرزاق من النجف الاشرف. عبد الرزاق انت على الهواء مباشرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزي على شغلة هذا المولدات. اي تفضل عبد الرزاق. يعني الشغلة اللي يسربون الخبر هسه هذه مقاطع كلش حلوة. اي. فالهواية يعني هواية اكو شكاوى قاعد نشتكي مثلا على ابو المولدة. اي. ويسربون يقولون فلان ابن فلان يشتكي عليه. يعني في النجف صايرة عندكم هيك حالات؟ بالضبط، تسرب يا استاذ، تسرب من المراكز اللي نشتكي بيها. انت صايرة عندك مثل هاي الحال، يعني مثل هذه الحالة؟ عنده انقطاع. وين اشتكيت؟ أو المولد قطع خطي، قال لي ديره وغير خط. وين اشتكيت؟ يمن اشتكيت في محافظتك؟ قلبي بالنجف، ساكن النجف، بالحيدرية. انت بحي الامير، وين اشتكيت؟ الى اي مركز شكوى توجهت؟ حيدرية قلبي، مركز شرطة الحيدرية. مركز الشرطة؟ اي فاهم انا بالحيدرية شباب، بس هو مشتكي لمركز الشرطة لو مجلس بلدي؟ لا مركز شرطة وهو اشتكيت لمجلس البلدي، ولكن هو تسرب بعد، هو اشتكيت مركز شرطة تسرب واشتكيت لمجلس البلدي هم تسرب نفس الحالة. انا اشكرك عبد الرزاق، عندك بعد مداخلة فيما يتعلق بالمولدات؟ لا هو بعد قطع خطي على دولة الغير همات الغير مولدة. بيش سعر الامبيريا يمكم عبد الرزاق؟ سعر الامبيريا اللي كان ب 8000. هسه بيش؟ هسه ب 5000. 5000 يمكم بالنجف؟ ارخص من بغداد، زين نعم. والله نعمة زين. انا اشكرك عبد الرزاق، خليني ارجع لضيفي. تسمح لي بس مداخلة يعني. طبعا المواطن اللي رايح مشتكي في مركز الشرطة عادة مركز الشرطة يتعامل بالأمور الرسمية، ومن حق مركز الشرطة في حالة ورود شكوى أن يكتب اسم المشتكي، وهذه قضية طبيعية بغض النظر عن تسريب الشكوى أو عدم تسريبها. أما في المجالس المحلية والبلدية ما يحتاج المواطن يكتب اسمه، ما يحتاج يكتب اسمه. قلت لك يقدم شكوى ويكتب جواها مواطن، لكن احنا بالوقت اللي ما ننزه المجالس البلدية والمحلية 100%
هنالك مجالس بلدية ومحلية، ناس وطنيين وناس شرفاء ودافعوا عن حق المواطن، وهنالك أيضا جانب آخر حالها بحالها حال أي مجتمع موجود. لكن لربما المواطن من غير أن يشعر، من غير أن يشعر عندما يشكو همه ويشكو مشكلته في الكهرباء، لربما لشخص في الشارع، لربما لجيرانه، لربما لأي شخص آخر، بأنه سوف يذهب ويشتكي، تصل الشكوى. كل شيء وارد، كل شيء وارد في قضية إيصال المعلومة. المواطن يشتكي وأنتم تشتكون. آخر شكوى لمجلس المحافظة أنكم فقدتم السيطرة على أصحاب المولدات بسبب جشعهم، هذا ما سمعته من السيد رئيس مجلس المحافظة العضاض أيضا طبعا في تصريح صحفي سابق. احنا فقدنا السيطرة؟ السيد العضاض يقول فقدنا السيطرة، يعني شبه مفقودة السيطرة على أصحاب المولدات بسبب جشعهم وعدم التزامهم بتعليمات مجلس المحافظة. خلنا ناخذ على الأقل تقييمك لمداخلة السيد المحافظ، لكن بعد اتصال هاتفي مع سيف. أبو سيف من بغداد. أبو سيف أنت على الهواء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك. الله يحفظك ويرعاك. سرية محل 502 يم الحسينية مع الحجية فاطمة، سعر الإمكار مالتنا هسه 16000. محل 502؟ 502 حسينية؟ ذهبي لو عادي سيلب والله. حسينية؟ لا عادي عادي استاذ، عادي استاذ عادي. أعطيك بعد معلومة ثانية. اسم صاحب المولد. بس لحظة. أبو سيف. صاحب المولد إذا باقين على الخط بعد شوي أجيكم إياه، 5 دقائق وراح مرتلك أجيب وأجي. ها 5 دقائق وتجيب لنا اسم صاحب المولد؟ إي أجيب لك إياه. أخاف أسوي لك مشكلة يا أبو المولد النوبي، شلون بالله تقول له أعطيني اسمك أريد أشتكي عليك؟ والله هو كان أول حاط قطعة هسه اليوم شايلها من رحت قاعد أسدد. قطعة شاي اكو اشكالية اللي يشيل القطعة ما تنتعاقب، لازم تبقى القطعة. دورة حي الشرطة الثانية ما ينطون الا خط مميز وسعر الامكار 25000، ويقول لك وين ما تتوها اشتكي. هاي حي الشرطة؟ اي الشرطة الثانية الدورة. هسه انت بشارع فلسطين لو وين؟ خط هذا الذهبي يسموه. يعني ما يعطيك خط عادي الا ذهبي. الو ابو سيف، ابو حي الشرطه ما ينطيك خط عادي الا ذهبي؟ اي لا كمان يرضى ينطيك الا خط ذهبي. اوكي انا اشكرك ابو سيف، عندك شيء تضيفه؟ برنامج شكرا، مع السلامه. ممنون منك ابو سيف. الصوت متقطع بالاخير ما سمعته حقيقه. كنت اسالك قبل مداخله ابو سيف عبر الهاتف، السيد العضاض قبل فترة حقيقة يقول أنه في كل صيف تبدأ مشكلة المولدات، وطلق عليها وصف كلعبة القط والفار، وبالتالي فقدنا السيطرة على أصحاب المولدات بسبب عدم التزامهم بالتسعيرة المحددة والمقررة من مجلس المحافظة. هنا المواطن يعني أيد كلام السيد رئيس مجلس المحافظة في اللي يسكن في محل 502 في شارع فلسطين، يعني يقول صاحب المولد ما ملتزم بالتسعير المقررة من جنابكم. نعم. طبعا أنا ما سمعت التصريح اللي يقول به السيد رئيس مجلس محافظة أنه فقدنا السيطرة على المولدات، لكنه واقعا الواقع يقول غير هذا الشيء على أساس عدة معطيات. أولا كثير من مناطق بغداد موجود فيها الالتزام يصل إلى 95% في مناطق مدينة الصدر وفي قاطع 9 نيسان في مناطق المعامل وبغداد الجديدة وحي النصر وفي بعض المناطق في الشعب والشعلة والبياع، بعض المناطق الشعبية الموجودة أيضا في محافظة بغداد. كثير من هذه المناطق اليوم أكثر من 95% هي ملتزمة بتعليمات مجلس محافظة بغداد. دعني أقسم لك محافظة بغداد بالشكل الذي أراه حسب وجهة نظري منذ أن استلمت المسؤولية في لجنة الطاقة. محافظة بغداد تقسم إلى 3 مناطق. المنطقة الأولى هي المنطقة التي تقع في حزام بغداد، هذه المنطقة عادة يعني نوعا ما ساخنة أمنيا، لكن على الأغلب الأعم أصحاب المولدات فيها ملتزمين على اعتبار أنه الكهرباء الوطنية جيدة بنسب معقولة ومقبولة لعدم وجود كثافة سكانية. والمنطقة الثانية هي المنطقة المستقرة اقتصاديا وماديا وذات مساحات
مساحات يعني منازل كبيرة. زين. هذه معلومة ومعروفة لدى المواطن بغداد. عادة مثل هذه المناطق تتفق مع صاحب المولدة على أن يكون التشغيل ذهبي. نعم، نحن في مجلس محافظة بغداد لم نقر الذهبي بشكل رسمي. نعم، قلنا للمجالس البلدية لا بأس بالتشغيل الذهبي، لكن بشكل رسمي لا يمكن أن نقره، وبالتالي نؤثر على المنطقة الثالثة اللي سوف أذكرها لك لاحقا. هذه المناطق تحتاج الكهرباء لمدة 24 ساعة، وصاحب البيت صاحب المنزل بما أنه مستقر اقتصاديا فيأخذ الأمبير من صاحب المولدة بأي سعر. هذه المشكلة اللي احنا جاي نواجهها واقعا. المشكلة بانه احنا نروح للمواطن نقول له يا مواطن، يعني مشكلة متعلقة بمزاج المواطن. نعم احسنت، نقول له يا مواطن صاحب المولدة غير ملتزم، يقول بالنص، يقول انا مرتاح، انتم مالكم علاقة، انا مرتاح، انتم مالكم علاقة، فش نتفق وياه بمعية المجالس البلدية والمحلية ووفق كتب رسمية ووفق توقيعات للمواطنين، نقول المجالس البلدية بما أنه المنطقة متفقة مع صاحب المولدة على التشغيل الذي اتفقوا عليه، المهم لدينا لا تصل شكوى. احنا المهم ما تصلنا شكوى، إذا المواطن اتفق مع صاحب المولدة بعلمكم سوونا جرودات بالمشتركين، كل واحد رقم تليفونه وتوقيعه، حتى خاف بالمستقبل تحدث شكوى في هذه المنطقة، احنا نقول للمواطن نقول له هذا توقيعك ورقمك. هذا الإجراء موجود معمول، هذا الإجراء موجود. جيد. لدينا جيد. منطقة ثالثة جيد. اللي هي المناطق الشعبية. شعبية. المناطق الشعبية مثل ما ذكرت لك، مثل مدينة الصدر والمناطق الشعبية المحيطة بها والشعلة والشاش وهذه المناطق. هذه المناطق عادة ما تكون ملتزمة، تحدث إرباكات بين يعني بين الفينة والفينة، تحدث إرباكات بسبب بعض التدخلات لربما العشائرية، بعض المزاجات، بعض التدخلات من جهات معينة، تحدث إرباكات. المواطن في هذه المناطق دخله المادي قليل قليل، فبالتالي زيادة السعر مباشرة ينعرف عندنا. خلينا ننتقل إلى اتصالات المشاهدين. محمد عبد الكريم من منطقة الحرية. سيد محمد عبد الكريم إذا تسمعني أنت على الهواء تفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا، خلص الخط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبود من أهل الحلة. أبو عبود من أهل الحلة لو السيد محمد هنا. يلا أبو ماكو فرق. أبو عبود من بابل. شلونك استاذ علي الشارع؟ الله يحفظك ويرعاك. استاذ العزيز. نعم. أنا عندي شكوى على هذول أهل الكهرباء استاذ العزيز والمولدات. ايه شلونك استاذ الشارع العزيز؟ تفضل ابو عبود. الله يسلمك استاذ. شلونك استاذ العزيز؟ تفضل انت على الهواء، عندك شكوى سمعت؟ استاذ العزيز انا استاذ انا قيصر جبار سيد حسن شغلاوي سيد من اهل الشومل من اهل بابل. زين. سيد انا عندي شويه الحالة المادية شويه تعبانه. زين. شنو اللي جاي يسوي؟ ورحت على مود معامله مال الكهرباء فطلبوا علي 125,000 وانا رجال استاذه ما عندي. 100 وش قد؟ طلبوا علي 175,000 معامله مال الكهرباء. 175,000 معامله مال الكهرباء. مال الكهرباء سيدي شويه عن البيت مالنا شويه بعيد يعني. ايه شنو نوع هذه المعامله؟ يعني انت جاي تسحب كهرباء لو هذه اجور الكهرباء؟ سيدي اجور لا سيدي بس على الكهرباء سيدي قالوا لك تعطينا 175 وتنتظر 4 أشهر أو 5 أشهر ما اطلع الكهرباء. زي سيدي ليش؟ هذا منو اللي طلب منك؟ المدير مال الكهرباء مال الشومالي نفسيته. مدير كهرباء الشومالي يطلب مني مكان هذا المبلغ؟ اي قال لي تجيب 175 يلا سوي لك معامله. عندنا جماعه انتم ماسكات يروح سوي امك كل استاذ بلاش. والله انا الله كي صار بالواسطات يعني ليش اوكي. يعني دونت الشكوى ابو عبود من منطقة الشوملي في محافظة بابل، شكرا جزيلا لك. وصلت الشكوى، انا راح اتابعها شخصيا هاي مع وزارة الكهرباء. اذا وياي السيد محمد عبد الكريم من الحرية. الو اسمعك محمد. اسمعك استاذ محمد. سيد محمد اخوي الله يحفظك ويرعاك. أنا بخير إذا أنت بخير. إحنا من الحرية محل 438. محل 438 يم الساعة مال الطوبة. محل 438. يم ساحة الطوبة. ساحة الطوبة. السلام. إيه. أبو الشاحة مال الطوبة. وين جامع خديجة الكوفة.
اي ادري غاد من عندها رقم المولد ابو المولد. وشو الشكوى؟ خلص مع الشكوى. بس نوع الشكوى سيد. الصوت ما واضح شباب، اذا تقدروا توضحوا لي صوت محمد. عيني عيني محمد، الشكوى نوعها شنو هي؟ شكوى ماشي ب 20,000 دينار. اي والله. ذهبي لو عادي. عيني عزيز محمد ما جاي افتهم انا ولا كلمة صراحة. امبير ب20,000 دينار. الامبير ب20,000 انا ما سمعت. يتحد ذهبي لو عادي. ذهبي صح. ذهبي اوكي. سيد محمد عبد الكريم انا اشكرك. لحظة اوكي شكرا شباب. سيد محمد عبد الكريم سيد سعد الدراجة اعتقد تابع السؤال مالتك. سيد سعد اذا عندك تعليق على اتصال محمد عبد الكريم من منطقة الحرية. اي نعم. انا فهمت من الامبير ب20,000. اي نعم احنا نتمنى انه العنوان حتى لو باتصال ثاني بس ينطينا العنوان عين. كامل واسم صاحب المولدة واحنا ان شاء الله راح نكون في خدمته. نعم زين. اني اود اسالك سؤال اخر حقيقة وهو مهم جدا، انه اكو تفاوت بالاسعار بين المحافظات وبغداد، ليش هيك؟ يعني ابو النجف من الساعه يقول الامبير عندنا ب 5,000، مجلس المحافظه يقر سعر الامبير ب 7,000. ليش مجلس المحافظه مالت النجف ينطي الكهرباء ب 5,000 للمولد، مجلس المحافظه ب 7,000؟ ليش هذا التفاوت يعني بالاسعار؟ طبعا مستوى تجهيز الطاقه الكهربائيه له دور في القضيه. اولا محافظه النجف بها منطقه كبيره جدا اللي هي المنطقه القديمه مستثنات من القطع المبرمج، وبالتالي باقي المناطق تجهيز الطاقه الكهربائيه بها جيد جدا، فاكيد صاحب المولده لا يشغل لفترات طويله، ومن ثم لزاما على مجلس المحافظه ولجنه الطاقه في مجلس المحافظه ان تتخذ قرارا بتخفيض اسعار الامبير. لكن في بغداد عندنا اكثر من 10,500 مولده، يعني مجموع المولدات اللي موجودة أكثر من 10,500 مولد. أيوة. يعني أكثر من المولدات الموجودة في محافظتي كربلاء والنجف والسماوة والناصرية وتقريبا كل المحافظات مجتمعة. مو كان اكو مشروع يصير شركة مساهمة شركة؟ نعم. للمولدات ما افتهمنا هذا المشروع شنو، شو وقت بدا، شو وقت انتهى؟ كان اكو هيك على أساس نية لوزارة الكهرباء نسوي نعم. شركة نعم. استثمارية خاصة بأصحاب المولدات يتم تجهيز الكهرباء من خلال أصحاب المولدات للمواطنين بأسعار منخفضة. نعم. هذا الموضوع واقعا هو موضوع جيد جدا. عندما تحدث أو تخرج تصريحات من المسؤولين على ملف الطاقة بأن والكهرباء بأن الكهرباء الوطنية سوف تتحسن والمنظومة الكهربائية سوف تكون بشكل جيد ونستغني عن المولدات، يبدأ هاجس الخوف عند أصحاب المولدات فيبدأون يعني يجونا ويتواصلون ويانا أنه إحنا شنو مصيرنا، إحنا صارنا 10 سنوات نقدم خدمة. طبعا اول شيء لازم نعرف انه مشروع المولدات الاهليه هو مشروع استثماري من حق اي مواطن اليوم ياخذ له مولده ويخليها في مكان طبعا وفق اجراءات معينه ورسميه ممكن المواطن يخلي مولده في المنطقه. وزاره الكهرباء تعاني من عدم دفع شريحه كبيره من المواطنين للاستحقاقات اللي عليهم لوزارة الكهرباء. وزارة النفط تطلب وزارة الكهرباء مبالغ الوقود، وزارة الكهرباء لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها تجاه وزارة النفط لأنه هي تطلب المواطن، يعني قضية تكاملية وتراتبية، يعني المواطن وزارة الكهرباء وزارة النفط. فصار مقترح مع السيد وزير الكهرباء بأنه احنا نريد نوازن بين القضيتين، القطاع الخاص والقطاع والقطاع الحكومة. صار مقترح اللي هو يقضي بأن يكون أصحاب المولدات هم مساهمين. أنا أتكلم بكل صراحة لكن بحرقة واقعا أنا نعم. هذا اللي راح أتكلم به. المواطن تعود، مو كل المواطنين ولا كل أهالي بغداد، أنا أقول قسم من أهالي بغداد للأسف عندما يأتي قارئ المقياس لا يعطون مبالغ المستحقة عليهم للكهرباء للوزارة لا يعطون للوزارة كهرباء الوطني، لكن
مجرد ان يجي يوم واحد بالشهر واحد يبدا صاحب المولده بترميش، يعني احنا نسميها ترميش، باطفاء الجوزه، يذهب صاحب صاحب المنزل لصاحب المولده وينطي الاموال. هذه واقعا. لذلك وزاره الكهرباء قالت بيستفاد من هذه التجربه. اذا المواطن ما يدفع لوزاره الكهرباء اذا يدفع للوطنيه من خلالهم. اولا ضمننا المبالغ، يعني هنا وزارة الكهرباء عندها إمكانية توفر الكهرباء للمواطن 24 ساعة. هو أصلا الكهرباء موجودة. لا ليش ما تعطينا إياها؟ كهرباء جاية تنطي، مو ما جاية تنطي. نعم أكو هنالك مشاكل، صحيح، هنالك تدني في التجهيز واضح، نعم صحيح، لكن في بعض الأحيان الكهرباء موجودة، لكن أكو أسباب لا تجعل هذه الكهرباء تصل بشكل كامل للمواطن. هل سنفضلت أنا راح أقول لك بعض الأسباب. باختصار. باختصار. السبب الأول التمددات اللي حصلت بعد 2003. سين من المواطنين لديه بيت مساحته 200 متر. أيه؟ كان البيت بي مكيف واحد وبي جيزر واحد وبي ثلاجة واحدة وبي مبردة واحدة وبي تلفزيون واحد وهلم جرة من الأجهزة الكهربائية. البيت صار هذا البيت صار اثنين أو ثلاثة أو أربعة. المكيف صار أربع مكيفات. السبلت صار أربعة. المغذي لا يتحمل. نعم تفضل. يعني هذا السبب الأول. لأن الوقت حقيقة بدأ يدركنا. نعم. مشاهدينا الكرام، هذه صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج ناس وحكومة، وبإمكانكم التواصل من خلالها وإرسال شكواكم متعلقة بالمولدات وأي شكوى تودون طرحها للبرنامج ومتابعتها من خلال فريق البرنامج. أيضا أنوه مشاهدينا الكرام أنه مثل هذا اللوجو راح تشاهدوه في صندوق قرب البيت الثقافي للمدى في شارع المتنبي، صندوق متعلق بالشكاوى. هذا الصندوق أيضا ستكشف شكاواكم ومقترحاتكم وملاحظاتكم من خلال برنامج ناس وحكومة. احنا عندنا فقرة بالنهاية ختام كل حلقة من حلقات برنامج ناس وحكومة انه الضيف يتفضل يمي. تفضل أستاذ. وعندنا المساحة البيضاء او المساحة البيضاء، بإمكانك أن تدلي بمقترحاتك لمعالجة أزمة الطاقة الكهربائية والتوقيع على المقترحات. تفضل. أزمتنا شلون تتعالج مع أصحاب المولدات؟ أزمتنا؟ إيه؟ الاستثمار. الاستثمار. وفقه. مبدأ العدالة. زين، أصحاب المولدات يخوفون أحيانا مرات؟ نعم. أصحاب المولدات مرات يخوفون؟ بمن يخوفون؟ يخوفون السلطة الرقابية؟ عندهم نفوذ مع جماعة؟ أكيد هنالك طبعا أكو جهات متنفذة لربما تضغط تقف مع صاحب المولد؟ لكن اليوم إحنا نطلب من الحكومة الموقرة من خلال قناتكم الكريمة انه تضغط على تكتب الطلب. شو اطلب؟ اطلب من الحكومة الموقرة. نعم. توقيعك استاذ. الاستثمار وفق مبدا العداله، اطلب من الحكومه العراقيه الموقره الوقوف. نعم. الوقوف الى جانب المجالس المحليه في المحافظات لتفعيل القوات الخاصه بمحاسبه القوانين. القوانين. ها. عفوا. اي القوانين الخاصه بمحاسبه المخالفين. صديق طلعوا يخوفون اصحاب المولدين. ها؟ صديق طلع في خوف المولدات. احنا عندنا قوانين موجوده لكن عندنا مشكله بالتطبيق. ايه نحتاج الى قوه في التطبيق. القوانين متوفره. أيه؟ القوانين متوفره والشرفاء موجودين. عموما مشاهدينا الكرام، يبدو الورقه الى الان مجازه. اوكي سحبوا الورقه.